الفتيل دم الفنان هو زيته نشعلو قنديل فن المسرح ها هو اليوم شاهدته. احنا الحمد لله دابا في الدورة الثانية ديال المهرجان ربيع المسرح تلبات ان شاء الله ندخلو في الدورة المئة ان شاء الله بإذن الله. لا قوة الا بالله. دابا اللي خصكم تعرفوا اسمع اسمع المسرح المسرح شكون اللي كيمثل في المسرح؟ ها؟ فنانين تعرفي شي فنان انت من غيري انا حيت انا ماشي فنان دابا شكون هو اللي كتعرفي؟ محمد الجمعانة رئيس الدورة الرئيس الشرفي ديال الدورة ديال ميسي محمد الجمعانة بقاو نشوفو بقاو نسجل سكو على السجل هذه الفرصة ما غتعوضش دابا شوف هنا فهاد الناس هو غير غادي يسرح الشاب شوف العنود ها عرفت هذا راه مرتو حتى هي فنانه سميتها قدس جندل هي غتحب حتى هي هيا عرفتي علاش تحت معاها عاد دابا عرفتي سميتها شنو قلت لها هي هذيك اللي عندها باش تحت معاها سعدية نادين كتعرفيها لا لا السعودية لا تشوفوا أنا من السعودية ها ها أنا سيفاري أنا تحية عرفتي دابا ها مزيان جواد عالمي وين ما تعرفيش ها هو غير جواد كتعرفي دابا حنا الفنانة ملي كنجيو عندكم تنكونوا فرحانين بزاف حيت كنصلوا الرحيم معاكم نتوما ودابا حنا في مهرجان ياك هذه الدورة ياش؟ الثانية الثانية كيف جاك هذا الشارع؟ واضح واضح ناضي ناضي كان ياك كنتم مزيان ولكن شتي راه ماشي غير المسرح بوحدو كاين الادوات كاين بزاف الحوايج وكان حتى الشباب دابا نتوما دابا نتوما ان شاء الله نتوما هما المستقبل خصكم مستقبل نتوما نتشدو هاد المهرجان ان شاء الله ان شاء الله يلاه سيدي دابا غادي ندوزو واحد القضيه مهمه دابا الشيء هادشي هذا مايمكنش يجي وينجح الا ما كانتش واحد الاداره هاد الاداره هادي كيتقاسها واحد الشاب اللي هو مدير المهرجان والتردد حتى هو غالب تكون وعشق المسرح هو اللي هاد المهرجان غادي نسمعوا الكلمه ديال السي محمد حمزه مدير مهرجان الدوره المدير في خلع هي مساء الترودانت ازول في اللون تحية لكل من شرفونا بحضورهم في هذا الحفل الختامي لفعاليات ربيع المسرح في دورته الثانية. أخص بالذكر السيد عامر صاحب الجلالة على إقليم تلوذات، السادة رجال السلطة المحلية، السادة البرلمانيين، شركاءنا في الدورة الثانية، السادة الفنانين المبدعين، السادة رجالات الإعلام، فعاليات الجمعوية، جمهور إقليم تلوذات. دورة من فنانين وأساتذة وباحثين وإعلاميين وتقنيين ومهتمين بالشأن الثقافي وكعادتنا دائما وتكريسا لثقافة الامتنان نشكر جهود شركائنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وزارة الشباب والثقافة والتواصل المجلس الجماعي لتربان تعاونية قباد ونشكر تعاون كل من المجلس الإقليمي والكلية متعددة التخصصات بتردد
بعدما تكللت جهود طاقمنا وشركائنا بنجاح الدورة الثانية من ربيع المسرح بتالو دانت، لا أخفيكم سرا، قد واجهتنا تحديات وصعوبات تهم بالأساس محدودة الميزانية المخصصة لهذه التظاهرة نظرا لحجم ونوعية الأنشطة المبرمجة وعدد الضيوف الفنانين والتقنيين المشاركين في إنجاح هذا الحدث الثقافي الذي بدأ طموحه كبيرا وزاد من طموحه انتظارات الجمهور والفنانين. وسيظل تركيزنا على كل ما هو إيجابي ابتداء من ثقة السيد عامل الإقليم وشركائنا الأوفياء إلى الإشعاع الكبير الذي خلفته أصفاء الدورة على المستوى الوطني، وكذا من انخراط الشباب والجمهور في هذه الفعاليات. يا وهذا معنا إيه هكوا دابا قبيلك تمثلكم على تمثلكم الممثلين، ولكن الممثلين تيكونوا المؤلفين وتيكونوا المخرجين. كتعرف قومي مخرج قومي اول اول دابا هادو ما تيكونوش بيننا عطنا على انسان قومي راه كاين بزاف على المخرجين، كاين حتى المؤلفين، كاين واحد المؤلف عندنا كنعرفو انا من نيابه بيضو كحل سميتو المسكين الصغير، تعرفو راه حتى لو كان هو ها هو السي المسكين الصغير، هذا من المناضلين ديال المسرح ديالنا. وكاين واحد كاتب كبير معروف في العالم العربي سميتو الاستاذ عبد الكريم برشي، لعب في مسرحته ولا باقي صغير، ها هو سي عبد الكريم واحد الكاتب الطير هو اللي كاتب كاين بزاف من عجبات حتى الدورة إيه إن شاء الله الدورة الثالثة غتكون معانا إن شاء الله تقدموا أنا وياك إيه وعد قدام الناس إيه صافي تقدم أنا وياك إيه أنا دابا ندوزو الحاجة المهمة فهاد هلو أنا تنموت على الحلاوة كيفاش تيلا مت بعدا الملائكة يلقاو الحلاوة فراسك حنا فتونا دورة كنكلمو شي واحد ففي الاول ديال الدوره كنا بدنا نزها، ولكن التكريم ديال هذا الاختتام ديالنا انا كنسميه مجنون مجنينة في المسرح. المسرح المنياري كلمه طيبه، ولكن اللي غادي نقول الكلمه الطيبه مزيان حكوم معنا متواجد هو الصديق ديالو، صديقه في الحرفه، صديقه في المهنه، صديقه في الصداقه، سي جواد العالمي يتفضل مشكور يقول كلمه حق المقرر ديال هذا الحفل. جواد العالمي السلام عليكم. شحال صعيب يقولوا لك هضر شي واحد وهو جالس حداك، دابا قالوا لي هضر فيه وكاينين رجال السلطه والسيد العامل جمهور مدينه تالو دانت الجميل العزيز، تحياتي للجمهور الجميل. في الحقيقه تكلم على واحد الاخ وصديق وفنان بعيدا على اي لغه كيفما كانت، غتسمحوا لي نهضر بلغه القلب لان العين لا تكذب فلغه القلب لا تكذب. كتكملونا شو غادي نتكلم على السي عبد الرحيم المنياري الفنان الجميل. اذا كان مصر عندها الاهرامات فالمملكه المغربيه عندها جبال الاطلس وجبال الريف والمحيط والصحراء. سي عبد الرحيم غتسمح لي لانني ما غادي نوفيكش الحق ديالك، ولكن غادي تسمح لي ما غاديش نتكلم على الاداء ديالك لان المهنه ديالنا الا ما كانش عندها مدير فالمدير ديالها اللي يقدر يطلعك ولا يهبطك ولا يعاقبك ولا يجري عليك هو الجمهور. الجمهور يحبك،
ونحن نحبك. سي عبد الرحيم المنياري، اول حاجه مرضي الوالدين، ما غاديش نتكلم عليه كفنان لان الاعمال ديال الفنان هي التي تتكلم عنها، انا غادي نتكلم على الجانب الشخصي، لهذا اعتذر سي عبد الرحيم ان تطاولت. سي عبد الرحيم المنياري، اول حاجه وهذه دعوه انه مرضي الوالدين، مشبه الله يرحمه الوالده وهما راضين عليه، والتعلق ديالو بالام ديالو سحولية. انا انت ما كنبغيش نتكلم على اي فنان لان جميع الفنانين عزاز على قلبي. شكرا سي عبد الرحيم. سي عبد الرحيم المنياري اب مثالي، دخلت عنده الدار بغيت تطعم معاه، وزوج مثالي. سي عبد الرحيم المنياري خصكم تشوفوه قبل ما يقطع الخشبه، ملي كنكونو في ليلوج وهو تيقول لي انني كنحمل فوق الكتف ديالي الصوره ديالي والاسم ديالي امام اي جمهور كيفما كان، دائما كيبغي يكون في المستوى الكبير، في التدريب مجنون مسكون. شكرا سي عبد الرحيم المنياري انني تحت لي الفرصه اني نقول في هذه الكلمه نحبك، نحبك كثيرا، واعطانا الله في عمرك، نتمنى لك الصحه والعافيه والسعاده، وان شاء الله تشوف الابناء ديالك في مستويات عاليه، وتحياتي لك سي في الاتجاه ديالو، ديالو فينا هو، فينا هو؟ الأستاذ